فردا چطوری میخوای بری تهران؟ بهذا الفيديو نريد نعرف شلون نقول هذه الجملة باللهجة العراقية واللهجة الخليجية. السلام عليكم، أهلا وسهلا. بالتمانية قلنا حول جملة فردا چطوری میخوای بری به تهران للغة العربية. خلينا نشوف شنو أجزاء هذه الجملة. أول كلمة فردا باللهجة العراقية واللهجة الخليجية ماكو فرق، نستخدم باجر. الكلمة الثانية چطور، باللهجة العراقية نقول شلون وباللهجة الخليجية كيف. الكلمة الثالثة ميخاي بيري، باللهجة العراقية نقول تريد تروح وباللهجة الخليجية نقول تبي تروح. خوش، هسه الجملة بشكل كامل. اللهجة العراقية باكر شلون تريد تروح لطهران، اللهجة الخليجية باكر كيف تبي تروح لطهران. خوش، هسه انتو ورا اللايك والسيف حولوا هذه الجملة للغة العربية. چطوری میخوای بری اونجا و چرا میخوای بری به اونجا؟ موافقین انشاءالله؟ مع السلامه.